على عروشيه واللي يلعب على المعتمديه 13 معتمديه باش يفرقهم، راهو يقولوا له احنا رانا بالمرصاد، رانا قفصه موحده، قفصه ما طالبها حتى واحد ما يتنازع عليها، ورانا قادرين. عظام المحتجين عظام هم اللي جابوا الوفد هذا باش يتفاوض على مستوى ولايه قفصه. هنا رسالة إلى السادة النواب، رسالة أيضا للاتحاد العام التونسي للشغل بجهة قفصة، رسالة لكل المسؤولين هنا في جهة قفصة هضامة اللي تو ما تحركوش. إلى متى هالمهالة ذي؟ إلى متى الضحك على الذقون؟ إلى متى يقولون لنا كلام ومواصلين في السياسات نتاعهم كون يسوفونا وكون ما يجتمعوش معانا؟ هذه كل جايبين الحلول اليوم على أساس إنه أرأي الناس مثقفة وناس واعية بمشاكلها ومشاكلها ومعاناتها وبهمها وهونها اللي صار في قفصة. كان جايين كان على مستوى انكم باش تهزوا الفوسفات نتاعنا هذايا، خليني نقولها نتاعنا اي نتاعنا، لانه نحن ما ربحنا منه حتى شيء الفوسفات هذا، كان البيئه المتاخذه وكان اقتحام مكان